اهلا بكم وعرض جديد لاهم الانباء. تناقصت اعداد المتظاهرين في ميدان التحرير بعد المشاركه في المظاهره التي دعت لها عده قوى واحزاب سياسيه تحت شعار محاكمه النظام، وطالب المتظاهرون بمحاسبه المسؤولين عن مقتل واصابه عدد من المحتجين خلال احداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا، بالاضافه الى مطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين واقاله النائب العام. في محافظة الغربية حاصر متظاهرون قسمي أول وثاني المحلة وقاموا بقذفهما بالحجارة، مما دفع قوات الأمن لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وقد ألقت قوات الأمن القبض على 10 أشخاص خلال الاشتباكات، بينهم 2 يحملان أسلحة بيضاء وبنزين. كان متظاهرون في مدينة المحلة الكبرى قد قطعوا طريق شارع البحر الرئيس بالقرب من ميدان الشون، وأضرموا النيران في إطارات السيارات وطالبوا بالتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أوقف متظاهرون حركة القطارات وأجبروا بعض سائقي القطارات على عدم استكمال خط سيرهم. في محافظة بورسعيد تواصلت الاحتجاجات لليوم السادس للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 40 شخصا في الأحداث التي أعقبت قرار المحكمة الأخير بإحالة أوراق 21 متهما إلى فضيلة المفتي في قضية أحداث استاد بورسعيد. كان محتجون قد أغلقوا ديوان عام المحافظة ومبنى المحكمة وإدارة الجمارك وجميع المدارس والغرفة التجارية، بالإضافة إلى عدد من الطرق المهمة، كما استمر إغلاق الميناء. هذا وقد احتشدت جموع من المتظاهرين في أماكن متعددة في المدينة ورددوا هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي والحكومة. وامتدت فعاليات المظاهرات والمسيرات لتشمل عددا من المحافظات. ففي الاسكندرية طافت مسيرة احتجاجية من امام مسجد القائد ابراهيم شوارع المدينة، وردد المشاركون فيها هتافات مطالبة بإقالة الحكومة وتعديل الدستور، بالإضافة الى تأجيل الانتخابات البرلمانية. وفي محافظة دمياط خرجت عدة مسيرات عقب صلاة الجمعة من امام المساجد باتجاه ميدان الحرية، وطالب المتظاهرون بإقالة النائب العام ومحاكمة وزير الداخلية الحالي وإلغاء الإعلان الدستوري ومحاكمة قتلة الشهداء في كل المحافظات وإلغاء قرار انتخابات مجلس الشعب الذي تم الإعلان عنها أمس. كما أطلقت قوى سياسية في المحافظة حملة مجدفعين، والتي تدعو لعدم دفع رسوم النظافة وعدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه كنوع من العصيان المدني. في محافظة الشرقية نظم عشرات من النشطاء مسيرة من أمام مسجد الفتح في الزقازيق، وطافت المسيرة شوارع المحافظة، حيث يطالب المحتجون بإقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور، بينما شهدت عدة مدن في كفر الشيخ مظاهرات مناوئة للرئيس ولجماعة الإخوان المسلمين وتطالب بحق الشهداء والقصاص لهم. أوصت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاء مجلس القضاء الأعلى بعدم تمكين النائب العام المستشار طلعت عبد الله من حضور جلساته. وأضاف البيان الصادر عن الجمعية العمومية أنه تم منح المستشار عبد الله أسبوعا لتقديم استقالته. من ناحية أخرى، رفضت الجمعية قانون التظاهر بأكمله والتعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على قانون الانتخابات. وقد تعرض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء لقناة الجزيرة وطالب بعدم التعاون مع القناة وإخراج طاقمها ومنعه من حضور الجمعية العمومية أو أي فعاليات مقبلة للنادي. نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي ما تردد عن وجود تشكيل حكومي جديد خلال الفترة القادمة، وأكد السفير الحديدي أن الدكتور هشام قنديل وحكومته مستمرون في عملهم لحين إجراء الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن قنديل سيستأنف عمله غدا السبت بحضور ورشة عمل الخطة القومية للموارد المائية. سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق شب في مقر حزب غد الثورة بشارع طلعت حرب، وأكدت مصادر طبية وأمنية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكنه ألحق أضرارا مادية في مقر الحزب. في العريش أصيب 15 من أفراد الشرطة في حادث انقلاب سيارة شرطة كانت تقلهم بالقرب من حي المساعيد غرب العريش في شمال سيناء. وأفادت مصادر أمنية وطبية أن معظم الإصابات متوسطة باستثناء حالة واحدة خطيرة من المقرر أن تنقل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.
أما بقية الإصابات فيتم علاجها في مستشفى العريش العام. قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على عقيد أركان حرب أحمد علي، قال إن الجيش يتعامل مع ملف أنفاق غزة بحرية تامة دون أي ضغوط من أي جهة، باعتباره أحد المهام الرئيسة للعملية العسكرية نصر التي بدأت في أغسطس الماضي. وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، أضاف أن الجيش يواصل عمليات هدم الأنفاق حرصا على تأمين الأمن القومي للبلاد دون وضع سقف زمني لانتهاء المهمة. وقال المتحدث العسكري إن هناك بدائل شرعية لوصول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني مثل معابر رفح وكرم أبو سالم. قال رجل الأعمال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر، قال إنه سيتم فتح جميع مصانع مجموعة فرج الله بدءا من الغد. كان المهندس فرج عامر قد اتهم قيادات عمالية سابقة بتحريض بعض العمال داخل مصانعه لإحداث الاضطرابات، مشيرا إلى أن توقف المصانع عن العمل خلال الأيام الماضية تسبب في خسائر بلغت نحو 100 مليون جنيه. عودة مشاهدينا إلى الخبر الذي ورد فيه أنه حريق شاب في حزب غد الثورة في شارع طلعت حرب. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة. مرحبا بك معنا دكتور أيمن. أهلا بحضرتك. يعني بداية اروي لنا تفاصيل الحريق، كيف حدث، كيف كانت الشرارة التي أدت إلى هذا الحريق؟ تفضل. الحقيقة هو مش حريق، هو اقتحام تماما للمجموعة من الملثمين، ستة من الملثمين كانوا مزودين بأسلحة نارية وبنادق خرطوش وأسلحة بيضاء وزجاجات بلوتوث. اقتحموا الحزب، اعتدوا على عدد الأعضاء والصحفيين اللي كانوا موجودين وسرقوا موبايلاتهم، سرقوا أجهزة الكمبيوتر، سرقوا بعض الأوراق والأشرطة والانتداب، ثم أشعلوا النار في ثلاثة غرف وفي قاعة في البرلمان الشعبي، وهي القاعة التي انطلقت منها الثورة المصرية اللي كان فيها البرلمان الموازي أو البرلمان البديل. هذا الحريق الحقيقة بيعيد إلى الذاكرة الحريق اللي حصل سنة 2008 واللي قام به النظام واللي قضي لنا قضائيا بالتعويض قبل الثورة في شأن هذا الحريق. احنا اعتقد في علاقة وثيقة بين هذا الحريق وبين المؤتمر اللي احنا بنعده بالمشاركة مع جامعة عين شمس وجامعة سينا وعدد من الخبراء الاقتصاديين من تركيا ومن بلغاريا غدا في جامعة عين شمس، مؤتمر انقاذ الاقتصاد المصري. انا بعتقد ان هي رسالة موجهة لينا او موجهة لهذا المؤتمر، واحنا بنرد على نفس الرسالة بنفس الطريقة التي تعودنا عليها منذ حريق 2008. احنا مستمرين في ضربنا، ضرب الاعتدال والوسطية بعيدا عن الاستقطاب، لن ندفع الى الاستقطاب في اتجاه او ضد اتجاه، احنا مع مصر فقط لا غير، وهذا هو موقفنا الثابت الذي لن يتغير بسبب هذه المحاولة الارهابية. من برأيكم يود ان يقول شيء ما خلال هذه الرسالة؟ من هو الطرف المستفيد من حرق مقر الحزب يجبركم على العدول عن مؤتمر اقتصادي برأيك؟ يعني هو قولا واحدا هو طرف مع العنف، احنا ضد العنف، وهذا الطرف هو طرف مع العنف، طرف لا خرب مصر وضد محاولة انقاذ الاقتصاد المصري. انا لا استطيع ان احدد طرف بعينه بالاسم، هذه مسؤولية جهات الضبط والربط والشرطة والنيابة، لكن أعتقد أن الدلالة السياسية تشير أنه طرف يرى أننا لا نخدم أهدافه ولا نحقق مصالحه. أنا بقول له إحنا لن نحقق مصالح أي طرف، لا هذا الطرف ولا هذا الطرف، نحن مع الوسطية مع الاعتدال، لسنا مع هذا ولا مع ذلك. هل تم القبض على أحد منفذي هذا الهجوم؟ هل من معلومات توصلت إليها التحقيقات الأولية للنيابة؟ في بدأت معلومات تتوفر من خلال مواقع الفيسبوك والتويتر، ليست معلومات يقينية، لكن النيابة والشرطة بتتعامل معها بجدية، بترفع البصمات، المعمل الجنائي بيحدد المواصفات كمان لبعض اللي كانوا موجودين، خاصة اللي كان في فتاة غير ملثمة كانت موجودة أسفل المقر، وتم تقريبا تحديد شخصيتها
من قبل بعض الشهود اللي شاهدوا الواقع. شكرا جزيلا دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، شكرا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته، ونستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء بإذن الله.